عقدت اليوم ثاني ورش العمل التشاورية ضمن خطة إعداد مملكة البحرين لاستعراضها الوطني الطوعي الثاني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي استهدفت مؤسسات المجتمع المدني. وتم خلال الورشة تبادل الحوار والنقاش ما بين المشاركين من أجل تسليط الضوء على ما حققته مملكة البحرين بأجندة 2030. وشملت الورشة كلمة لسعادة السيدة نورة بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي سلسلة الورش التشاورية في إطار الحرص المشترك على إبراز جهود مختلف مؤسسات مملكة البحرين بالقطاعين العام والخاص إلى جانب منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والأكاديميين والقطاع الخاص والجهات الداعمة لملف المرأة بالإضافة إلى الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وموائمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية وفقا لبرنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما ينسجم مع المنهجيات الدولية لإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية. يشار إلى أنه سيتم تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني من خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في مدينة نيويورك بشهر يوليو من هذا العام بعنوان تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. أنا سعيد جداً أن أشارك مع سعادة وزيرة التنمية المستدامة في هذه الورشة الهامة اللي نتكلم فيها عن التنمية المستدامة. أهداف تأتي ضمن رؤية مملكة البحرين، رؤية سمو ولي عهد رئيس الوزراء، والبحرين للأمانة سباقة في تنمية المستدامة. فإذا نشوف للشركات البحرينية بابكو، جي بي اي سي، ألبا وبناغاس والغير يهتمون في تنمية المصانع والإنتاج بدون الإضرار بالبيئة، وللبحرين سجل مشرف في مجال البيئة والمحافظة على الأشياء اللي تخص المصانع. وامتداد لهالشيء بتوجيه أيضا من سيد جلالة الملك، دعم من سمو ولي العهد وقيادة الشيخ ناصر، احنا أيضا نهتم بالتنمية المستدامة بالنسبة للإنسان. فالأرامل والأيتام عندما نحافظ على معيشتهم، سكنهم، كرامتهم. ورشة العمل التشاورية اليوم برعاية وزارة التنمية المستدامة وبحضور ممثلي المجتمع المدني يؤكد حرص الحكومة الموقرة أن يتضمن التقرير الطوعي الثاني أهداف التنمية المستدامة في الإنجازات الكثيرة وفي مختلف المجالات. ورشة العمل التشاورية اليوم جدا مهمة، تدعو المجتمع المدني ليتم تضمينه في التقرير الطوعي الثاني ليعكس جميع أطراف المجتمع.